أعلن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبد الله خلف أعلن عن بدء العمل في عدد من المشاريع التنموية في محافظة المحرق، مشيرا إلى أنه بعد إقرار الميزانية العامة لمملكة البحرين لعامي 2017-2018 بدأ العمل في الكثير من المشاريع التي أدرجت في خطة الوزارة والمتعلقة بمحافظة المحرق. وأوضح خلف خلال اجتماعه مع عدد من مسؤولي الوزارة لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بمشاريع المحرق أن هناك أكثر من 9 مشاريع مهمة تقوم الوزارة حاليا بمتابعة إجراءات تنفيذها والعمل على استكمال إجراءاتها من أجل الانتهاء منها حسب ما هو مخطط لها. وقال خلف في تصريحات له إن هذا الاجتماع الذي ضم عددا من مسؤولي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مخصص لمتابعة عدد من المشاريع في محافظة المحرق تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر لمتابعة المشاريع التي تم إقرارها والدفع قدما نحو تنفيذها في الوقت الذي خصص لها. وأشار خلف إلى أن الاجتماع ناقش أكثر من 9 مشاريع خدمية وتنموية في محافظة المحرق، منها سوق المحرق القديم والسوق المركزي وساحل البسيتين وساحل أبو ماهر واستثمار أرض بلدية المحرق وحديقة المحرق الكبرى ومشروع التنمية الحضرية بمجمع 216 في حالة أبو ماهر ومشروع استثمار مزرعة مشتل الدانة ومشروع الجسر الرابع، بالإضافة إلى مشروع المجمع الطبي الذي يشتمل على مستشفى للولادة ومركز عناية للإقامة الطويلة ومركز مقترح لمرضى التصلب اللويحي إلى جانب المركز القائم لرعاية المسنين. هناك حوالي 10 مشاريع حاليا تقوم الوزارة بمتابعتها، وعلى ضوء إقرار الميزانية العامة إن شاء الله سوف نبدأ المرحلة القادمة لكل مشروع من هذه المشاريع، بدءا في من الانتهاء من الأمور الإدارية وطرح المناقصات وثم مرحلة التنفيذ. كل هذا بالتعاون والتنسيق مع الأخوة رئيس وأعضاء المجلس البلدي.